86 يوما مرت على إضرابه عن الطعام، وحكومة الاحتلال لا تزال تماطل وترفض الاستجابة لمطلبه وهو الإفراج الفوري عنه. الحالة الصحية الخطرة التي وصل إليها الأسير ماهر الأخرس دفعت بالعشرات من أهالي الأسرى وممثلي المؤسسات الحقوقية إلى الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر مطالبين بإنقاذ حياته. فأنا بطالب من الأسرى، ميات الأسرى ينزلوا على الميدان، ينزلوا وقفوا مع ماهر الأخرس. اليوم ماهر الأخرس بيكافح بمعدته، بيناضل بمعدته، بناضل عشان حريته، حريتكم، حرية أولادكم. نادي الأسير الفلسطيني حذر من تدهور صحة الأسير ماهر الأخرس، ولا سيما أنه بات يعاني من تشويش في الرؤية والسمع وقد فقد الكثير من وزنه. المضرب عن الطعام طيلة هذه الفترة مثل إنسان مصاب بمرض في كل أعضاء جسمه، يعني لا تدري أين ستكون الانتكاسة، في القلب، في الدماغ، في الجهاز العصبي، بالتالي في كل لحظة ممكن لا سمح الله أن نسمع أخبار سيئة. وكان ماهر الأخرس قد رفض عرضا من الاحتلال لنقله إلى مستشفى المقاصد المقدسي، كما رفض عرضا آخر يقضي بإنهاء حكمه الإداري الحالي وعدم تجديده مع إصراره على مطلبه بالإفراج الفوري عنه. هو يريد أن يكون انعتاق مباشر من الاعتقال الإداري وأن يتم تحديد سقف زمني للانعتاق من هذا الاعتقال. ويشار إلى أنه وبحسب أطباء فإن الخطر على حياة الأسير يبدأ بعد اليوم 40 من إضرابه عن الطعام، حيث تصبح أنسجته مهددة بالتلف ويعاني من قصور في أجهزته الحيوية. ماهر الأخرس يصارع الموت في كل يوم مصرا على هزيمة حكم السجان الظالم باعتقاله إداريا. نسرين سلمي من أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله، الميادين.